وباء كل 100 عام. الأوبئة تحصد ضحايا أكثر مما حصدته الحروب العالمية. عام 1720 ضرب الطاعون مدينة مارسيليا الفرنسية وتسبب في وفاة 100,000 شخص على الأقل. عام 1820 ضربت الكوليرا دول إندونيسيا والفلبين وتايلاند وراح ضحيتها أكثر من 100,000 شخص. عام 1920 تسببت الأنفلونزا الإسبانية في وفاة أكثر من 100 مليون إنسان. عام 2020 فيروس كورونا المستجد يجتاح العالم ويعزل مناطق ودول بأكملها. وباء كل 100 عام.